طبعا هذه هي مدفعية أخرى متمركزة على جبل مدينة دير الزور، متوجهة إلى حي الصناعة في مدينة دير الزور. حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا كما قلنا لكم سابقا، نعتذر عن دقة التصوير بسبب قلة المعدات لدينا في مدينة دير الزور. نرجو من المعنيين بالأمر بمساعدتنا. كان معكم محدثكم أخوكم أبو جراح الديري، والسلام عليكم ورحمة الله.